هلأ عرض انتظار هو مقتبس عن نص العالم المسرحية العالمية بانتظار جودو للكاتب صموئيل بيكيت، بس هو النص الأساسي فلسفي كتير. أنا أسقطت النص الأساسي، أخذت منه فقط فكرة الانتظار، أسقطته على واقعنا على مجتمعنا السوري، ولكن مو قديما، بفترة ما بعد الحرب. هلأ الأمل هو نحن الانتظار، كان في شغلات كتير هي ما كانت منتظرة، ولكن نتيجة هاي الحرب صارت أبسط الأشياء نحن ننتظرها يوميا، ننتظرها على مدار الشهر، ننتظرها حتى على مدار سنوات أحيانا. هلأ أنا ربطتها بالأمل، يعني فرجيتك الشخصيات، هي كل حدا قديش عنده أمل، قديش هي قادرة تقاوم لآخر العرض لتقطع مرحلة الانتظار. طبعا ما رح أحكيك عن نهاية العرض، رح خليها مفاجأة. السلام عليكم يا سيد. مين عم يحكي؟ ماني شايفك. المسرحية هي تحكي عن الأمل للإنسان، عم ينتظر دائما الأمل. نحن بالحياة عم ننتظر من بكرة دائما أحلى، بدي يصير أحلى، بدي يصير شيء. فأنا المسرحية بقى عندي أخذ دور فرعون، ودور فرعون هو بيمثل بهالوقت هذا وبهالأزمة اللي صارت معنا، هي دور تجار الحرب، تجار الأزمة، يعني هذا هو دوري بشكل عام. عم نحكي نحن عم نعالج قضية شاب بيمثل فئة الشباب بهاي المجتمع، عنده مشاريع، عنده طموحات، ما عم يصير معه هاي الظروف المناسبة لحتى أنه يقدر يكمل مشروعه بهاي الحياة. هو حابب حدا يكون فلسفي، بحب يكون مثقف، يعني عم لامس فئة الشباب حصرا بهذا العمر اللي فاتوا القطار، اللي ما فيهم عم يشتغلوا، اللي ما عندهم هاي الظروف المناسبة لحتى يكون عندهم مردود. فكرة المسرحية إنه في نوح، يعني في الأمل، يعني في شيء الساتم متشبس، عم خلينا نتشبس بأرضنا، عم يقلنا لا نخليكم وسا شوفوا الأمل جاي. من خلالكم بدي وجه للبنات الصبايا كلهم، لو صرتي بثلاثين، لو صرتي بالخمسين، لا تيأسي، لا تخلي حدا يضحك عليكي، لأنه في أمل. إسقاطنا أساساً بالأمل، نحن في أمل، لا تخافي، وافترضي ما تجوزتي ما خربت الدنيا. فكرة إجت من واقعنا، تجسدت، وهذا المسرح العمالي هو رسالة، ورسالة فن ورسالة أدب، بيقدم من خلال العروض ومن خلال التجسيد للحالة اللي نحن فيها، بيكون في تواصل مباشر مع الأخوة العمال، مع الجمهور، توصل الرسالة بشكل تفاعلي وبشكل مباشر، وفيها نحن اهتمامنا بالأخوة العمال الموهوبين. شلون بدك تشوفني خيو؟ شلون بدك تشوفني انت وامثالك من تجار حرب والأزمة؟ حضرتك وعرشي مرة على دور بنزين؟